اتمنى. حسين جناد وعد نزيل عمر ما تعلق اليوم مؤخرا التحالفات التي كانت بين ممثل الجنوب الافريقي وحتى رئيس اتحاديه الموريتانيه والسنغال وحتى الحديث عن لقجه والحديث عن ابو ريدا، هل سيكون له تاثير على المنتخب الوطني على الاستحقاقات المقبله على التصفيات المؤهله لكاس العالم بكل صراحه؟ هذا الشيء اللي شوف احنا شوف احنا احبابنا امكار هنا يلزم ننظموا انفسنا، يزم ننظموا انفسنا هنايا، يعني يزم تكون عندك يعني رجال في المستوى اللي يسيروا كره القدم الجزائريه، رجال اللي يزم تكون عندهم علاقات مع هذه الهيئات سواء القاريه اقليميه او دوليه. ومن بعد باش نهضروا على التحالفات، احنا اليوم التحالفات هذه اللي راهي على مستوى الكاف احنا راهي بعيده علينا بزاف، احنا ما نقدروش نحقوا اليوم، اليوم رانا احنا توالى، اليوم لما تسمع كما يقول لك عرفات رانا مولين غير للوراء للاسف. اليوم للاسف اليوم جيراننا يعني نتكلموا على جيراننا راهم احسن منا. بالدليل اليوم تشوف رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم راه مترشح العضوي لرئاسة الكاف، يعني تشوف رئيس الاتحاد المغربي يعني نفس الشيء راهي عنده كلمته قوية، تونس راهم عاودوا ولاو بقوة للكاف، يعني بقينا غير احنا اللي ما عندناش. احنا للأسف احنا اليوم يلزم نخمو من 2023 كيفاش نحاولوا نوليو للعضوية الكاف. من 2023 كاين راح تكون الانتخابات يعني تاع أعضاء الكاف لأن كاين اللي راح تخلص العهدة عام في 23. احنا اليوم يلزم تكون عندنا اتحاديه قويه ويلزم يكونوا فيها رجال يعني قويين وعندهم مستوى باش في 23 2023 ان شاء الله نقدروا نعاودوا نولوا العضويه الكاف ولا مالا. وزير عامر انا نظن نخالف شويه راي يا حسين اكيد اختلاف راينا اكيد الراي والاحترام أكيد. انا نظن اليوم شوف المشكل ماهوش في مشكل عضويه ولا ما كاش عضويه ولا يعني وجودنا في الكاف ولا الفيفا، لا المشكل راهو مشكل داخلي لان صح. انت قبل ما تتكلم على الخارج لازم ترتب امورك في أكيد. الداخل أكيد. انت كي ما ترتبش دارك ما تقدرش انت تهضر على يعني واش ويصرى برا، هذه أكيد. اولا أكيد. ثانيا انا نظن يعني ما نروحوش بعيد كمال، احنا نتكلموا بالتجارب ونتكلموا بالدليل ونتكلموا صحيح. بالاشياء اللي حدثت اكيد. اليوم احنا في 2019 لما ربحنا كأس الكاف ربحناها بشكون؟ ربحناها بهاد الناس اللي راهم على رأس الاتحادية اللي هو رئيس الاتحادية وهاد الأعضاء أكيد. هل احنا لما ربحنا ولو يعني دوكا ما نتكلموش على الجانب التقنية، ما تقوليش الجانب التقني لأن حتى المنتخبات الأخرى كان عندها لاعبين كبار وعندها مدربين كبار، ما نقدروش اليوم تقول لي انت نيجيريا ولا السنغال ولا مصر ولا ما عندهاش غير بالماضي واللاعبين، لا بالماضي واللاعبين داروا. اليوم يعني باش نقولوا للناس باللي هل اليوم يعني لازم تكون الاتحاديه في الكاف باش تربح كاس الكاف؟ هل اليوم لازم تكون الاتحاديه في الكاف باش وعلاش وفاق سطيف ما ربحتش لا ليغ دي شامبيون 2014 وعلى كاش واحد عاونها؟ ما شوف اليوم كره القدم حتى اليوم حتى التطورات الجديده والحديثه بالفار وهذه الاشياء العصرانه هذه راهي تساعد الكره. اليوم ما ناش نقولوا باللي العضويه ماهيش مليحه، لا ما ناش نتناقض مع نفسي، ولكن بدون عضويه ربحت كاس الكاف. واليوم انا واش حبيت نقول لك، لما حسين يقولك الرئيس الموريتاني ترشح، هذه قضيه اهداف شخصيه، هذه قضيه يعني مثلا كيف اهداف شخصيه عندها تاثير على المنظومه بشكل عام البلد كمان. معليش تفضل تفضل تفضل. اليوم مثلا خير الدين زطشي حسين ماهوش حاب يترشح للكاف، هذا يعني هدف هاد الاهداف لما تكون انت رئيس الكاف كحت تولي رئيس للكاف ماكش راح تولي تعاون بلادك، لان اليوم حنا في افريقيا المشكل وللاسف حنا وعلاش نحبوا نقولوا لازم يكون عندنا في الكاف باش تعاون بلادك باش لاربيتراج، وعلى حنا زمان نقولوها بكل يعني افيك توت كلير فويونس، كان عندنا الرئيس السابق اللي هو محمد الراوراوه فعلا كان قوي في الهيئات الدوليه، وهل حنا ككره كان قوي حتى نعطي الحق الرجل محمد الراوراوه كان قويا وكان عنده تاثير انه تاهلنا الى مونديال 2010 وتاهلنا لمونديال 2014 لا معليش، وايضا قانون باهاماس ايضا اللي كان عنده دور كبير لانه راوراوه انا ذاك عمل الكره القدم الجزائري حتى نعطي حق معليش تفضل قلت لك تفضل انا نقول لك بلي محمد الراوراوه في الهيئه الدوليه كان قوي وانا ناكد لك، ولكن هل هذا الشيء خلى المنتخب الوطني يعني في الدورات ولا الانديه تاعنا ما تحقرش؟ نتذكروا في 2017 تحقرنا في كاس افريقيا في الكابون، الحكام حقروا الجزائر في الكابون وحقرونا في دورات اخرى، ما حقروناش في تونس، ما حقرونا. هل هذاك الشيء كان عنده تاثير؟ ما كانش عنده تاثير. انا نظن اليوم لازم نحو شوف في الشأن الداخلي لما تكون يعني اخطاء ونكونوا بيناتنا يعني هذه راني معاك، لان شوف اللي ما ينتقدش ويقول لك ان الفيدراليه الحاليه راهي على حق 100% لا راهو غلط، واللي يقول لك ان رئيس الاتحاديه ايضا يعني لي باسي اكوتي في كل شيء راهو غلط. انا اللي هذا هو في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه، ولكن حضور ممثل جزائري في هيئات دوليه نجي لحسين جنات معليش
كان عنده تأثير، لأنه لما نشوف أنه مباراة الست تلعب ضد المنتخب المصري بعد فوزه بثنائي مقابل شيء، تتأكد بأن الجزائر كانت تملك رجل قوي اسمه محمد روراوة في دوليب الفيفا وفي دوري الكاف حتى للتاريخ، والتاريخ يشهد على ذلك. حسين جداد حول ما قاله. شوف أنا هنا زين عامر، واش نفهم من زين عامر واش راهو يقصد بكلامه؟ يعني احنا لما نتكلموا على تتويج المنتخب الوطني بكاس افريقيا للامم دائما نتكلموا على جمال بالماضي ونتكلموا على اللاعبين. انا قلتها ونعاودها، جمال بالماضي، الفضل كل الفضل يعود الجمال بالماضي واللاعبين. نزيد لك حاجه، اليوم الاتحاديه الجزائريه لكره القدم كمال صح فزنا بكاس افريقيا للامم، فزنا بها كفريق كطاقم فني وكلاعبين، ولكن في جانب لوجيستيكي، في جانب تنظيم، يمكن تقصي الجانب التسييد. معليش تفضل. اليوم انت فزت بلقب، جبت كاس افريقيا، جبت هذا المجسم اللي هو كاس افريقيا. اليوم كاداره كاتحاديه، هذا المجسم احنا واش درنا بها كاس افريقيا كي جبناها؟ واش راهم يديروا بها؟ واحد يختن وليده يدوها له يتصور بها باش الطفل ما يبكيش، واحد يزوج بنته يدوها له يتصور بها، واحد عنده موت يدوها له ما يعرف انا باش يصبر ولاده بها. ولكن اليوم كره القدم راهي بيزنس، راهي اموال، راهي دراهم. يعني من لم نستثمر في هذا التتويج، ما استثمرناش فيها. واش استثمرنا فيها كاس افريقيا كاداره كاتحاديه؟ اعطيني اذا كان استثمرنا فيها. احنا نثبت كنا صغار، كنا ذراري صغار نقراو القران، نهار اللي تحفظ حزب ترفد اللوحه وتروح للديور يعطيوك الدراهم حق ما حفظت. اليوم انت جبت كاس افريقيا للامم، اعطيني واش ربحت من هذه كاس افريقيا للامم. اليوم الناس حنايا كلمه زوج يقول لك جمال روراوة ما جبناش كوب دافريك، وخير الدين زوجي جاب كوب دافريك. جاب لنا كوب دافريك نزلتشي، انا قلتها وما زلت نقولها، جابها لنا جمال بالماضي. تسمح لي حتى في تعيين المدرب، وانا نقولها لك اليوم اول مره نقولها لك، انا كاين عضو من المكتب الفيدرالي، نهار كان يقول لك جمال زلتشي هو اللي جاب لنا جمال بالماضي، انا عضو راهو الان عضو في المكتب الفيدرالي. تعرف واش قال لي؟ قال لي نهار اللي جينا اجتمعنا باش نجيبوا مدرب المنتخب الوطني، قال لي الوحيد اللي تكلم على جمال بالماضي سي بيان هو هو بشير ولد زميرلي، لانه كان خيار رابع انا ذاك. طبعا قال لهم انا نجيبكم بالماضي. تسمح لي تعرف واش رد عليه خير الدين صدشي؟ قال له جيب لي مدرب تاع كارتون بهذه العباره، والسيد راهو مازال، وقال لي جي نهار ونجوت في بلاطو بهذا. انني نقول لك عضو في المكتب الفيدرالي، قال له جيب لي تا مدرب تاع كارتون. ليس كل ما يقال حقيقه، عضو في المكتب الفيدرالي كان في اجتماع معهم وراهو على قيد الحياه، وراهو درك ممكن جدا راهو مازال موجود، مازال عضو، هو عضو من 13 اللي انتخبوا. تسمح لي نكمل لك هذا؟ معليش. يقول له واش جمال بالماضي واش من خبره عنده باش يجيبوا المنتخب الوطني؟ بعد مده لقيت عضو اخر من المكتب الفيدرالي راهو مازال وراهو يسمع فيا، وان شاء الله يجي نهار للبلاطو ويقولها لك. قلت له هل حقيقه واش قال؟ واش قال لي هذا الانسان؟ ما عطيتلوش اسمه. قلت له هل حقيقه واش قال؟ قال لي قسما بالله غير حقيقه واش قال لنا. اليوم تقول لي لا جاب لنا كوب دافريك، ما جابليش كوب دافريك، كوب دافريك جابها جمال بالماضي وجابوها اللاعبين، وحتى بعد فوز المنتخب الوطني بكاس افريقيا الامم حدثت مشاكل كبيره بين خير الدين وجمال بالماضي. حتى معليش حتى نكون منصف سنعود اليك، لا يمكن ان نقول في عهد روراوة، ولو انه اليوم نتساءل اليوم لماذا نقارن الاتحادية السابقة مع الاتحادية الحالية؟ لا يمكن أن نلزم نقول روراوة أهنا المونديال، نعم، وزيدشي لم يفوز بكأس أفريقيا لا، حتى نعطي العرافة مزور كلمة لأنه يتحدث كثير. تفضل تفضل. تسمح لي زين عامر راه يقول تحقرنا من قبل. تسمح لي؟ لا لا تسمح لي، تراك تقول تحقرنا. إي خليني نهضر أنا، ما قاطعتكش ما قاطعتكش، خليني لا 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 خليني نهضر. لا لا ندخل في نقطة نظام، أنا شو حنقاطعك؟ قاطعتك أنا قاطعتك أنايا شوف كي تهضر. لا لا حسين معلش ما تجيش تهضر باسمي زين عامر، اهضر واش عندك تهضر للمشاهد. شوف شوف حسين جناح، حسين جناح، شوف حسين جناح، شوف حسين جناح، حسين من فضلك، حسين من فضلك، حسين من فضلك، حسين من فضلك، انا الذي اودي الحوار زين عامر من فضلك. انا نهضر كصحفي، معلش خليه يتكلم. وسعودي سعودي تفضل زين، حسين حسين سعودي لك، سعودي لك شوف من فضلك بكل احترام. شوف شوف كمال مهدي، انا نمد رايي، يمد رايه انا ماني احترام. شوف ماني بورت بارو تاع فيدراليه، ماني بورت بارو تاع السابق، ولا شوف انا راني بلادي الجزائر، عالم واحد الجزائر، زطشي ولا قدر ولا عمو، انا نمشيش بالاجنده، انا ما عنديش انا جوندا. شوف انا دوكا كي يتكلم مع كمال مهدي يقول رايه وانا نقول رايي. انا ما يقولكش اشاك فوا يبدا الكلمه زين عامر باش في اليوتيوب يفرحوا، لا زين عامر عطى رايه ومدى رايك. بكل احترام انا كي هضر قاطعته، هل قاطعته؟ لا
انا سينو ننسحب من هذا الحصان. لا معليش معليش قدام الملح قدام الملح نروحش الملف سبحان الله. ما قالت حقرنا نعطيك بالدليل باللي اللي حقرونا خلصوها غاليه. اللي حقرونا اللي حقر حقنا نهضر عليه قلت حقرونا اللي حقرونا خلصوها غاليه نعطيهم لك بالاسماء وبالدليل. جميع اللي حقرنا خلصها غاليه نعطيهم لك بالاسماء ونعطي لك بالاسماء. على كل سبب من الفاصل تكلمت على نقطه مهمه ومهمه جدا. لما نتكلموا على الجيران نتكلموا اليوم على الجيران شوفوا منشات ونتكلم على عهد من السابقه اني نتكلم لك من يعني عهد يعني سون ديتيرميني لو طول الوراء. هل يعني بهذه الاموال اللي كانت عندها الدوله الجزائريه واش كان عندنا يعني كثروات اليوم لما تشوف المغرب ولا تشوف الى ادنى يعني تشوف موريتانيا موريتانيا بي يعني بكل احتراماتنا تشوف المنشآت الرياضية اليوم هذه المنشآت حتى يعني أقول لك في عهد رورا ولا عهد اللي قبله اليوم الدولة هي اللي لازم تتكلف بهذه الأشياء. اليوم الدولة ما لازمش يعني الوزارات اللي راهي يعني كيسو سكساد الوزارة اللي كيسو سكساد على تات دي مينيستر لازم يوضعوا استراتيجي باش يطوروا الكرة بالمنشآت بالقوانين كما قال لك باش يعني. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما خليو لي الراي ديالكم في التعليقات ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد. السلام عليكم.